صباح الخير، احنا دلوقتي قاعدين تحت شجرة الجوافة انا وسمسم، وهنوريكو اغرب حاجة، اصغر تعبان في العالم، اسمه تعبان البحر البيضي. بصوا كده معانا شكله ايه، وقلنا يا سمسم الثعبان بتاعك. ايه هو ده البحر البيضي؟ معانا سمير اهو هيوريكوا. ايوه هو بيجري بسرعة قوي كده زي التعبان بالظبط، ولا هو تعبان اصلا؟ هو تعبان اصلا. حتى بص بس ده يا ماما بيجري بسرعة. خد راح فين؟ مش عارف. تعالى رفيعه، مش عارفه امسكه عشان اقدر. استنى اقرب له، اقرب له. ده غير الطعم بقى. ممكن بقى تطلع لنا طعم كمان، اصل احنا يا جماعه لقيناه واحنا كنا بنقول عليه بتاع السمك اهو البحر الدود. يا مش بقول لك فيك هتلاقي هناك الحاجات دي كلها؟ تعبان هو ده نوع من انواع ده اصغر تعبان في العالم. ده بياكل بيض النمل ويورز. لا لا يا خالو، ده بقول لك من صغره بياكل بيض النمل. هيعضني ازاي؟ بياكل بيض النمل. يا ابغى خبك عشان طارق. يا ماما شوف بيلعب يا ابن اللذينة. بابا ده بيجري على الرمله. ايوه يغرز نفسه. ايوه يغرز نفسه في الرمله ويهرب. تين عايز يجري. ما لقيتش غير واحده بس؟ ما لقيتش غير واحد. ورينا بقى الطعم كده عشان نشوف الفرق بين الطعم وبين البحر الجوزي. حتى في طريقه المشي، حتى الطعم راسه. وجايب كمان قنطور، قنطور اللي هو اسمه الحفار. فحار. ده مرعب. ده مرعب. خلي بالك هيطلع يجري هيبهدلنا. هنوريه لكم دلوقتي. اصبر هنوريه. بصوا فرق الطعم. ده بقى الطعم حتى ما ليش دعوه بالحاجه. طب انا هقفل على ده عشان الفحار ما يطلعش. فين الفحار ده؟ الفحار هنوريه لك دلوقتي. الفرق غريب. حتى في الفرق، حتى في الفرق دول اكبر من كده كمان. وده البحر الدول. دول بقى قد ايه؟ دول كام دول؟ النبي ما عارف، بس هم يقولوا 8 كيلو ولا حاجه. بكام التمنه بقى؟ يعني يعمل له بتاع 60 70 جنيه 100 جنيه كده يعني. يلا يا عم بيبيعوه بتوع السمك. هاي يا سلام. ده الطعم. ده الطعم بقى. عمك صبر اللي وراك ولا مين؟ عم صبر جه جاب مكان سياحي. هو عارف الاماكن يا ولد. والمكان ده مليان بحدودي. ده لم معاهم قد كده عشان بيقول لك هيروح يصطاد، فانا هبعت العيال دلوقتي يقولوا انت هتصطاد امتى؟ خدنا معاك. قال لي متى ما انتم هتاخدوا يبقى اخد انا كمان بالمره، الم ليه انا كمان. طب يا عم الحاج ده صاحبي بيروح يصطاد بالعربيه، هياخدكم معاه بالعربيه. مش هو يروح؟ وهو ياخد الميكروباص ويروح بقى معاه. هتروح مع البحر والميكروباص وتيجي معاه. نروح يا زميلي. الميكروباص بتاع ابن عمه. انا لو ركزت جامد مش هتشوف عينه، عينه صغيره. هو انا شايف ده، انا شايفه هو بالعافيه. عارف. شايف هو بحاله كده بالعافيه. عمال ادور عليه بالكاميرا والله. فين بقى بتاع اللي انت بتقولي البحر ده؟ بتاع الحفار. طب ده مش عايز احطه معاهم عشان هيموت تحتهم. حرام يا راجل. هيموت تحتهم يا عم، سيبه معاهم وخلاص هيعيش ان شاء الله. يا عم ما تقعدش تبع قلبنا. ليه بس؟ حطه خلاص. طلع الفحار. طلع الفحار عايز خشبه. استنى بقى عشان الفحار اصلا بيجرز نفسه. بيجري وبيعض. الفحار على فكره الفحار عنده شعر. ولو ديل من ورا بيعض، اللي هو ديله زي العقربه كده. بس هو مش تام. شفت كلب البحر؟ دوت الحفار اللي هو البابا بتاع كلب البحر. هتلاقيه هنا تحت افتكرت. استنى انا هطلعه لكم دلوقتي. الواحد بيجي عايز يهرب يرقص مع اخواته. بيرقص مع اولاد عمه. لو تيجي بقى تقعد شويه هنا تكملك انت قد كده. استنى يلا بس سيبه. عرفته؟ ده بشوف كده وفي الارض عندنا. بشوف ده مالي. لا 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 اهو خش يعني مش هيلحق يجري. ماما انا بخاف منه. خد يا راجل. تعالى. ايوه اطلع. مش عارف يطلع، مش عارف يتصلح. ثبته عايز يصوره بقى. يا تكال ايه ده؟ راح فين؟ ده بتصطاد بيه برضه؟ لا 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 سمير، سمير كفايه بقى شيله. عايز احطه في العين. سمير شيله. طب عايز احطه يا سمير. نهار اسوح. بص بيحفر وينزل تحت الطعم. يا عم ده بتاع مجنون. يا امه والبحر الدود عامل ايه؟ الشمس اهو. هبقى وريني بقى مصوره زي الناس. حتى البحر الدود قاعد هناك اهو. اوعى بقى بيلمع. انه اسود البحر الدود. انت جايب لحد يجري. امسك اقفل بقى، اقفل بقى انا بخاف منه. اقفل. كلب البحر ده انا بخاف منه. ده كلب البحر العملاق. مرعب.
يا هلام البتاع اللي الكسابير جايبه بتاع ابن كلب بيجري ورانا. خلاص كده انتوا شفتوا الاصغر ده في الاصغر ايه؟ اصغر تعبان في العالم والطعم. ان شاء الله نوريكم الرحله بتاعت الصيد. ايوه نوريكم رحله الصيد. سمير هيورينا رحله الصيد وازاي ان هو بيصطاد بالحفار الاسماك. عشان الحفار روحه طويله. تحت يوم المية. ينزل يجري تحت الميه هو اصلا بيعيش تحت الميه اصلا. ما هو بقى لما ينزل النيل يقعد يجري في القاع ويجيب بقى السمك العملاق وراه. يجيبهم وراه يربطهم بحبال ويجي وراهم. ويجري وراهم. الاقيه طالع وبيجر ورا السمك. اديني يا بنتي المسكن. احلى حاجه فيه الفطار. احلى حاجه فيه ايوه. ولا بعد شيء ما جبتش مع وهو الفطار لازم يتاخد دي الصبح عشان اشوفكم بقى واحنا بنستخدم الميه الساعه مخبره التعبان اللي ده الدودي والطعم وكلب البحر حفار. ايوه يا عم ده قوي جدا. لقيته زق العلبه. لقيت العلبه الثانيه من تحت نفسي. ليه يا عم سبيدر مان؟ والله ما بهزر. اوعى يقرصك تبقى الحفار مان. بس يهبل. بصي بصي بتاع ايه عنده فار وعنده فار وعلى جسمه اهو. طب تلمسهم ازاي سمير يا ابني؟ سمير 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 ستوب. لقيت انفت. خلاص بقى انفت. ادي كمان وريه وريه انفت. وادي كمان انفت. ربنا موتها ما بيعملش ايه الانفت ده. حشره ده يخلو بيتكور. بتتكور لما نخوفها. ايوه خلو عارفه. ايوه احنا ما بنقرفش من الحاجه دي. احنا دي بتبقى تتلف نفسها بتبقى زي الكوره زي الانفت. عارفه كده لما بيلف نفسه كده احنا مسمينه انفت. ده موجود منه كتير برضه في الارض هناك. خد اهو وده يجيب سمك ايه ده؟ يجيبش ايه؟ يجيب رسيته على مين لو اروح معاكم البحر؟ صبر ولا بكر؟ صبر. لا او انت لو كان